الإسلاميك هيستوري أوف سايبرت وهو في تقديم الخريطة المأمورة عباسي. طلب من مجموعة كبيرة من الجغرافيين إن هم يعملوا كتاب جغرافي في كل خريطة في خريطة جديدة للعالم. اتعرفت بمارينوس اللي هو نصف الأول من القرن الثاني الميلادي. الله بص مصر، بص احنا السبع فروع القديمه 1 2 3 4 5 6 7 دول طرش. ايوه كان زمان سبعة وبعد كده اندثروا او محلوا لغايه لما بقوا اثنين بس، اللي هو رياض رشيد. حلو قوي دي، بقى خريطه للعالم القديم والسند لما كان فيه. بص البحر الاحمر كان عريض ازاي. بصوا ايطاليا يعني، بصوا الدقه يا جماعه، يعني ما كانش فيه هي دي زمان؟ اه طبعا. لا لا دي خريطة العالم سنة 218 هجريا، دي اتعملت قبل 218. طب يلا نطلع فوق. خلاص يلا باي باي. شايفين اصلا علامه ابل عامله ازاي، واول الكمبيوتر مونيتور وده طبعا. وفي طبعا لو انتوا شايفين لو تقدروا تشوفوا ان في كل شويه المودلز بتبقى احسن وبتبقى شكلها احسن يعني، وبعدين بتبتدي تتطور جدا ويبقى في زي سكرينز فلات مش ابل. ودي ابل وهو انتوا زي ما انتوا شايفين العرض بتاع ده والعرض بتاع ده، وده بيدل على ان التكنولوجيا بتتطور كل يوم. حاجه حلوه قوي ان كل الميوزيم مكتوب عليها نو تاتش، فحاجه حلوه قوي ان الواحد يعني هنا بيقول لنا جربوا نفسكم يعني كل الحاجات. وفي اللي هي الغساله الديش واشر على يعني طول شغاله يعني بتورينا ازاي الحاجات تشتغل، والحاجات بتبقى ترانسبيرنت عشان تورينا ازاي بتشتغل من جوه. في كمان رحنا كوتش ميوزيم، ده كان جميل جدا. واكتر حاجه عجبتني ان هو مش بس جوه قاعه، بره كمان يعني في باك جراوند وراه، يعني المركب حطينا في البحر كانها يعني في مكانها الطبيعي، ممكن نتصور هناك حلو قوي. وكمان بيورينا يعني تاريخ الحاجات، الاول كانت ايه الفكره الاوليه وبعد كده اتطورت ازاي بطريقه فن، نحس ان احنا يعني ما نزهقش منها. انا احلى حاجه عجبتني في رحمي كوتش ميوزيم ان هما الميوزيم عاملينه انترستنج لكل الايجز، وكل حد يعني بيحب حاجه معينه يلاقيها موجوده هناك، يعني مش حد بيحب العربيات بس او الطيارات بس، كل الحاجات الانترستنج موجوده هناك. وكمان ان هو بيخلينا نشوف الحاجات كانت بتشتغل ازاي بتشتغل ازاي دلوقتي، يعني مش بس شايفينها هي شكلها عامل ازاي، شايفين كمان الميكانيزم بتاعها. الرحله كاتش ميوزيم ده تحفه، سبيشلي الحته اللي هي ان احنا مسموح لنا نركب الطيارات ونصور جوه المركب وصاب مارين والحاجات دي، يعني ميوزيم ثانيه لا ما يعني جاست نو تاتش وكده، بس هناك ممكن نلعب في اي حاجه براحتنا يعني صراحه. هو واحلى حاجه في المكان ده ان انت في مكان واحد ممكن تشوف كل المعالم السياحيه اللي في تركيا وفي اسطنبول، وزي ما انتم شايفين في كل الجوامع والمساجد وكل كل الاماكن اللي ممكن تكون عايز تشوفها والميوزيمز وكده، هتشوفها كلها في مكان واحد.
برضو في كل المينز اوف ترانسبورتيشن موجوده. يعني هنا مثلا كان لسه في قطر معدي وفي بريدج مثلا القطر او معدي وفي بريدجز هناك في يعني معظم المينز اوف ترانسبورتيشن مفصلينها هنا.
والمكان تحفه وعجبنا جدا من الجناين للكونستراكشن بتاع المبنى. وكمان حاجه حلوه قوي ان في قاعات مختلفه عشان الاذواق المختلفه، كل قاعه بيحطوها في نص الجو بيحطوها في المود بتاع القاعه. فمثلا في قاعه السيوف في الساوند سيستم دوت بيشغل اصوات السيوف والاسلحه الثانيه البنادق، وفي كمان فيديو في القاعه دي بيورينا كل سلاح بيستخدم ازاي، مثلا البندقيه السيف والقوس. كمان الحلو قوي قوي ان الحتت اللي اندر كونستراكشن حاطين عليها مسامير وورينا منظره بعد ما يتبنى، فاحنا نقدر نتخيل منظره هيبقى عامل ازاي. بابليك بيتش، ومع ذلك زي ما انتم شايفين الدوله مهتمه بيها جدا، البيتشز نظيفه، عاملين لهم تراك للعجل ان هم يركبوا عجل هنا وتراك للجر، وبنفس وعاملين لهم جناين كمان. وكمان فكره ان هو في بوليس بيعدي كل شويه عشان تامين المكان، وان هم الناس دول ما they can't afford ان هم يدخلوا private beaches، ومع ذلك هما ناس civilized جدا، وما تلاقيش يعني تلاقي حاجات بسيطة قوي مرمية على الأرض، وتلاقي إن البيتشز نظيفة جدا، هما أصلا ما بيوصلوش. في حاجة كمان لذيذة جدا إن هما مغيرين، هما مقسمين التراك ده للونين، الحتة دي اللي هي الأكبر عاملينها للبني آدمين إن هما يمشوا، وحاطين صورة بني آدمين عشان نعرف إن إحنا هنا المفروض نمشي. أما في الناحية التانية فهما العجل هو اللي بيمشي عليها، وده عشان السيفتي بتاعت البني آدمين والأطفال. أكتر الحاجات اللي لفتت نظري هنا في تركيا إن حتى الناس اللي دخلهم قليل ليهم متنفس وحقوق زي الناس الأغنياء، فحتى ليهم public beaches يتفسحوا فيها وجناين.
certificate to the students who finish this activity. Mm-hmm. Yes, there isn't any grading. Of course, that just that they passed and they're going to grade one. This is the document which is given to them. The school year is mixed, boys and girls. Yes, in the class have boys and girls. Yes. All the public schools. All the schools are boys and girls. Hiçbir okulumuzda diğer şeylerde erkek ve kızın ayrıldığı şey yok. İnşallah ileride olacak. Now the, all the classrooms are boys and girls, but in future period, there will be a system in religious and religious schools. Girls will be separated. Not sure that will happen. Yes, inshallah. Then my our school is mixed.